صباح الخير، صباح السعادة، صباح الصحة والجمال على مشاهدينا في داخل مصر وخارج مصر. صباح الفل عليك يا إيمي. صباح الفل يا دودو، وصباح النشاط والحيوية وصباح الجمال على كل مشاهدينا على قناتنا الجميلة قناة الصحة والجمال. كالعادة بنقدم فقرات دايما متميزة معانا، بس النهاردة الفقرة بتاعتنا بتهم كل سيدة وكل بنت بتهتم ببشرتها. يعني احنا كبنات بنحب دايما الاهتمام بالبشرة بالماسكات، فالنهاردة معانا أخصائية العناية بالبشرة دودي عمر. ازيك يا دودي؟ منوره النهارده استوديو الصحه والجمال. ده نوركم. في البدايه يا دودي عايزاكي تكلميني عن يعني ازاي بداتي الكارير بتاعك، وعرفينا اكتر للجمهور بدودي عمر. بصي، الكارير بتاعي بدا في اني اصلا انا كشخصيا بحب ان انا اجرب الحاجات الطبيعيه. بجيب دايما ماسكات وحاجات مختلفه واجرب على نفسي، اجرب على اخواتي. الحاجات الطبيعيه اللي هي زي الزبادي والخيار والقهوه بصي اي الحاجات حاجه العاديه اللي كل البنات بيعملوها. اي حاجه طبيعيه عامه بيبقى ليها فايده معينه في البشره يعني. تمام. فانا كنت دايما بحب اجرب واشوف ده فايدته ايه واقرا كتير عنه. بعد كده جات لي الفكره من واحده صاحبتي، عرضت عليا الموضوع، يعني ما كانش بالي قوي الموضوع. صاحبتك كانت صاحبه الفكره؟ عرضت عليا انه طالما انت بتحبي كده ابدئي واعملي يعني. فكنت مقلقه شويه من الحوار، فعرضت عليهم في البيت، قالوا لي براحتك يعني، لو انت شايفه انك حابه نفسك في كده خدي خطوه. بدات كده كحاجه صغيره في البيت، وبعد فتره لقيت ان الموضوع بيكبر بطريقه انا مش متخيلاها يعني. فقلت لا، انا لازم اقف وابقى دارسه قوي في المجال وعارفه عنه اكتر عشان ابقى متمكنه في اللي انا بعمله. دراستك عباره عن ايه يعني، ككتب ولا كورسات؟ بصي، كله كورسات، وقريت وشفت حاجات كتير. انت متخصصه في العنايه بالبشره فقط؟ يعني بصي، يعني مش بيوتي سنتر او اي حاجه؟ انت بصي يعني مش بيوتي سنتر ومش دكتوره جلديه، عشان بيختلط على البنات الامر في الموضوع ده. تنظيف بشره بقى بصي انا اقدر اقول لك تهتمي ببشرتك ازاي، تعالجي يعني، ازاي تستخدمي منتجات، ايه افضل حاجه ليكي، نوع بشرتك. طب الاول نعرف ايه المشاكل اللي بتواجه السيدات في بشرتهم، وخصوصا في فصل الصيف. داخل علينا في فصل الصيف، فبيبقى في مشاكل كتير للبشره الدهنيه بالذات. ايه بقى يعني ايه الحلول للمشاكل دي كلها؟ من اكتر المشاكل اللي قابلتني من اول ما اشتغلت كان نوعين من المشاكل، كان بيبدا من سن ال 20 ل 35، ومن 35 لفيما فوق بقى. تمام. كان بصي سن ال 20 اللي هو بقى الميك اب الكتير والكلام ده، وما عندهمش فكره انه انا لازم طالما عملت كده او حطيت ميك اب انه لازم احافظ واهتم وانضف، ما عندهمش الموضوع ده. فمع المدى الطويل بتبدا بقى تبان اثار سلبيه، اثار سلبيه للموضوع ده، اللي هي بقى البثور البيضاء، البثور والدهون والبشره نفسها بتبقى مجهده، وبتجعد بدري، وكل الكلام ده بيبقى بسبب الميك اب والاثار دي والاتربه والكلام طب ده. طب يعني ايه نظافه البشره؟ يعني ازاي انظف بشرتي كأي واحدة حاطة ميك اب بتروح مثلا تشيل الميك اب بالمزيل عادي؟ يعني إيه؟ في ستيبس كده معينة. يعني أول حاجة بيبقى إنك أول ما بتروحي بتجيبي قطنة بالمزيل الميك اب بتاعك، وتمسحي وشك وتأكدي إن مفيش ولا نقطة ميك اب على وشك. بعد كده تبدأي بقى الغسول. بعد كده بيكون تونر ده عشان تتأكدي إن بعد ما بشرتك نطفت بالغسول إن المسام، يعني احنا في بنات يعني بيبقوا فاهمين ان التونر بيقفل المسام، هو ما بيقفلش المسام، هو بس بيعمل لها انقباض بحيث انها ما يدخلهاش اي اتربه او حاجه تانية. زي ميه الورد كده، في ناس مقتنعه ان هي بتفتح المسام. لا هي بتعامل على، هي يعني بتوازن انها تقبض المسام برضو، نفس فكره التونر بالظبط. بتنظف برضو البشره بميه الورد، بترطبها، بتغذيها، ليها مميزات كتير ميه الورد. يعني هي عامه لو حد خلى من روتينه قبل ما ينام يرش على وشه ميه ورد، بيصحى بيلاقي الموضوع مختلف طبعا، منظف وشه وعامل. ما بقول لك الستبس، انت بتمسحي بالميك اب، بتمسحي الميك اب بالميك اب ريموفر بتاعك، بعد كده الغسول، بعد كده التونر، بعد كده الترطيب بقى. اولا بيبقى في ترطيب للمنطقه اللي هي تحت العين، بعد كده باقي الوش. بتنصحي بقى البنات يعني بعد ما بيعملوا ميك اب وينضفوا وشهم، يجوا مثلا ينضفوا عند مركز متخصص، ولا هم ينضفوا في البيت بشرتهم ويحطوا بقى ميه الورد وكل الحاجات الطبيعيه؟ انك بيبقى في حاجه اسمها روتين يومي وروتين اسبوعي وروتين شهري. الاسبوعي واليومي انت قادره او طبيعي ان اي بنت لازم تعمله في البيت. الشهري انك تروحي لاي مكان متخصص وكويس، وانت ضامنه قوي الحاجات اللي بيستخدمها، وضامنه كمان نظافه الاجهزه والحاجات دي، لان الموضوع ده مهم جدا يعني. طبعا. طب الخطوات بتاعه تنظيف البشره في المركز ديفيتا فور سكين كير، صح؟ خطواتها ايه يعني؟ كلمينا عن الخطوات. الخطوات اول حاجه هي بتجيلي، يا اما هي بتبقى محدده عايزه تعمل اي ليفل، انا بقدم تو ليفلز، يا اما هي بتقولي انت عاملي اللي انت شايفاه. انا بتكلم بشوف الاول نوع بشرتها،
بعد كده بنبدا انا ما بعملش بس تنظيف، انا بعمل تنظيف ونتواياج، بنظف وبعالج، بحيث انه لو واحده عندها المسام واسعه بنسبه معقوله، مش لو بنسبه كبيره بنصحها بانها تتوجه لدكتور جلديه تعمل عنده جلسات فراكشنال او لان ده لسه مش متوفر عندي حاليا. تمام. طب نكمل، احنا دلوقتي معانا صابرين من الشرقيه، من الغربيه تقريبا، من الفيوم. صباح الخير يا صابرين. صباح النور. صباح الفل عليكي، عامله ايه؟ انا الحمد لله يا دكتوره، انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. استفسار حضرتك بخصوص ايه؟ انا عندي هالات سودا تحت عيني، وعندي نمش في وشي وبشرتي سمراء. هالات سودا ونمش بعد 15 يوم وكده. من بقالك 15 يوم الهالات السودا موجوده؟ من 15 يوم فقط؟ لا، الهالات السودا من زمان معايا وكده. طب مال ايه اللي من 15 يوم؟ فرحة تقريبا بعد 15 ده يوم. ده فرحي. فرحك. الف الف مبروك يا صابرين. الله يبارك فيكم. الف مبروك. ربنا يتمم لك بخير. ودودي هترد عليكي. دودي هترد عليكي. بصي، لو انت الهالات عندك مش سمراء لدرجه زياده، فانت تقدري، اقدر اقول لك على روتين معين تمشي عليه في البيت وكريمات معينه. انت ممكن انواع، انا طبعا مش هينفع اقول اسماء البراندات او براندات خاصه بيكي هي او خاصه بالماركه. لا، هي مش هي براندات عامه. تمام. هي ممكن تبعت لي على الرقم بتاعي وانا هقول لها تعمل ايه. تمام. بس بالنسبه لو هي عايزه حاجه طبيعيه، هي ممكن تجيب زيت لوز حلو وفيتامين اي وتخلطهم على بعض بحاجه، تحطهم في حاجه ازاز وتحطي في المنطقه اللي تحت العين وفوق العين، بس بعدي عن خط الرموش. انتظمي على ده لو انت الهالات عندك متوسطه. لو انت الهالات عندك زياده جدا، فانت هتضطري ان انت تروحي لدكتور جلديه تعملي جلسات كاربوكسي للمنطقه دي عشان تشوف نتيجه اسرع. تمام. عشان هي بتقول انه ما عندهاش وقت. تمام. النمش ده بيبقى يا اما هو اصلا في طبيعه بشرتك، يا اما في ناس ما كانش عندها نمش وبقى عندها نمش من الشمس. من الشمس. اه، ده زيه زي التصبغات بالظبط حوالين الفم. ولا النمش ده يعني مشكله ما بتتشالش خالص؟ لا لا، في كريمات من براندات كويسه جدا بتشيل الموضوع ده، يعني من نهائي. اول بتدي عليه نهائي من بعد شهر، انت بتبداي تشوفي نتيجه بنسبه 80%. بعد كده بقى متابعه، ممكن انت تعملي بيبدا يقل. بيبدا يقل بطريقه كبيره. بس هو تقريبا يعني النمش دلوقتي طالع موضه. ده في يعني البنات بيعملوه بالايلاينر. في واحده كبيره جات لي متضايقه جدا، يعني ماما كبيره بتقول لي انها عندها نمش ومتضايقه جدا. قلت لها طنط، ده الموضوع ده احنا بنعمله بالميك اب اصلا، طالع موضه اصلا. رقم التواصل على الشاشه معانا، مركز ديفيتا فور سكين كير، للتواصل مع دودي عمر، وعمل جلسات تنظيف بشره للحفاظ على البشره. طيب، عايزين برضو نتكلم ايه اللي المركز بيقدمه بيفرق في جلسات تنظيف البشره عن الجلسات التانيه؟ انا قلت لك انا دلوقتي متخصصه بس في اني بنظف وبعمل نتواياج، ان انا بعالج المسام. عندي استخدام اجهزه ليزر عندك في البشره؟ عندي جهاز هاي فريكوانسي دوت بيقتل البكتيريا، بيجدد الخلايا في البشره. عندي كمان الجلفانيك. الجلفانيك دوت بيعمل ايه؟ انك لما بنحط كولاجين، لما بتحطي كولاجين وتوزعيه بايدك بيدخل لطبقه او اتنين من الجلد، غير لما الجلفانيك بيساعد انه يدخل للسبع طبقات بتوع الجلد. سبع طبقات عشان يحافظ على السبع، علشان يحافظ على الترطيب ويجدد الخلايا عامه يعني. طب انت مثلا البشره الدهنيه بتتعاملي معاها ازاي، والبشره العاديه والبشره المختلطه؟ كل بشره بيبقى ليها طرق علاج مختلفه عن التانية. كل بشره ليها طرق معينه، وكل بشره ليها انواع ماسكات معينه. يعني كان جالي مجموعه اصحاب مع بعض، فقالت لي انت ليه ما حطيتيليش من الماسك اللي انت حاطاه لصاحبتي؟ قلت لها عشان انت حاجه وهي حاجه. فمش ينفع اي، يعني ما ينفعش انت استخدمتي حاجه انه بالضروري صاحبتك تستخدمها. يعني جلسات تنظيف البشره فيها كل حد يعني يعني في ماسكات الترطيب بتاعها عالي جدا. فده بتبقى للبشره الجافه، لكن في بشره بتبقى دهنيه اصلا، هي اوريدي مش محتاجه ترطيب زياده. مشاكلها كتير البشره الدهنيه ليه بقى؟ ايه السبب؟ هي افراز الدهون فيها بيبقى عالي جدا. يعني بالذات احنا كمان داخلين على الصيف، فهو لازم ضروري انه اصحاب البشره الدهنيه انهم يغسلوا بشرتهم الصبح وبالليل، اساسي اساسي. يعني انا كنت في الشتاء بقول انه ممكن مره اخر اليوم بالغسول اللي هو العادي. بالغسول يعني غسول يكون مناسب لنوع بشرتها. طبعا الصابونه لا تماما، لا انا ما بنصحش بالصابونه، بتبوظ البشره. يعني المواد اللي موجوده طبعا فيها، المواد اللي فيها بالظبط دي بتدمر جدا البشره. يعني في بنات تقول لي انا بغسل بالصابونه، انت لو ما غسلتيش خالص هل الدهون اللي هي اللي على البشره يعني اسبابها ايه؟ من الاكل مثلا، باكل غير صحي، ولا بيبقى ايه اسبابها؟ في دهون معينه بتكون من انك لو بتاكلي حاجات فيها دهون كتير، ده بتبدا تطلع. في بنات بيلاحظوا ان عندهم في المنطقه دي زي نقط بيضه كده. أيوة. ده بيكون من انهم بياكلوا دهون كتير. في بقى الدهون العاديه، ده لان طبيعي ان البشره بتفرز دهون اصلا، دهنيه يعني اصلا البشره بتفرز دهون، وما بينضفوش وما بيحافظوش ان الدهون دي تقل،
فطبيعي انها بتفضل تتراكم تتراكم وتتكون تحت الجلد، بصور تعمل بكتيريا بقى بلاك هيدز ووايت هيدز، فتبدا تظهر بقى بصوره مش لطيفه. طب احنا هنكمل بعد الفيديو. حصل في الفيديو وايه الانوار وحاجات يعني غريبه. ضمن الحاجات اللي انا ما كملتهاش، انا قلت لك في ليفل 1 انا بقدم ماسكوت وتنظيف، وبعد كده عندي نوعين او ثلاث انواع في الليفل 1. ليفل 2 بيكون زايد فيهم الليد ماسك اللي اتعرض دلوقتي، ده بيكون عباره عن 7 الوان ليزر، وده هو بيعمل فرق رهيب. يعني هي اول ما بتشوف، اول ما بترفع اصلا الماسك بتلاقي نتيجه، يعني بيعمل تفتيح ولا بيقشر البشره. 7 الوان، كل لون بيفيد مختص بحاجه. في لون علشان لو في حبوب تنشف، في لون علشان يفتح التصبغات، لون علشان يساعد على افراز الكولاجين. في نفس اللحظه هي بتلاقي نتيجه، هي ما بتختفيش بس هي بتلاقي بتنشف. نتيجه مؤقته ولا ثابته؟ يعني نتيجه الجلسات تنظيف البشره تبقى مؤقته فقط ولا ثابته؟ بصي في ناس بتفتكر انا عملت تنظيف مره خلاص كده كده فل قوي، يعني لازم بشكل دوري. يعني نعمل جلسه تنظيف بشره كل قد ايه؟ كل قد ايه؟ بصي هو المفروض انه كل شهر بعد كل بيريود بالظبط، ده انسب وقت انها تتعمل. اشمعنى؟ هي البشرة اصلا مجهده، هي بتيجي تطلع كل قرفها على الوش بقى، حبوب وقشر وجلد وكل الكلام ده، فهو بعدها دوره الجلد نفسها بتتغير، فهو ده انسب وقت انك تعملي بقى تنظيف وتظبطي الدنيا يعني. تمام. طيب مشاكل حب الشباب من المشاكل، لما جينا نوهنا ان هيبقى معانا دودي عمر، كل الناس لا عايزين نعرف مشاكل حب الشباب ازاي نعالجها، ازاي يعني نعتني بيها الفتره الجايه، عشان دي مشكله بتواجه كل الشباب في الفتره دي. بصي مشاكل حب الشباب هي بتكون ده شيء طبيعي جدا، بس في ناس بيطلع لها حب شباب، في ناس طبيعي انه ما بيكونش عندها، بس كل الفكره انه في بنات بقى يقعدوا يجيبوا مراهم مضاد حيوي وحاجات غريبه ويحطوا واي حاجه ونجرب، بس المجرد انهم يشوفوا نتيجه مؤقته ان الحبوب تنشف، وبعد كده الاول بتطلع تظهر بصوره اكبر جدا يعني. لا انا بنصح ان اي حد بيلاحظ انه في حب شباب في وشه، اول خطوه انه يعملها يروح لدكتور جلديه، وحتى يعني لو لقى ان الدكتور بيقول له يلا هكتب لك على دواء وكلام من ده، يقول له دكتور انا عايز اعمل تحاليل ويتاكد يعني من كل حاجه ماشيه في جسمه ازاي بالظبط، بناء على كده ياخد بقى كورس العلاج. يعني مش معنى ان حد في بشرته حب شباب ان ده عدم تنظيف بشره ومحتاج تنظيف بشره؟ لا مش شرط، لا يعني في ناس بتحافظ جدا وبرضه بيطلع لها حب شباب، يعني هو ده بيبقى فتره. انا ليا واحده صديقتي عندها حبايه في وشها ممكن من سنتين وما بتختفيش، ممكن تختفي وبترجع تاني، هي نفس الحبايه دي مشكلتها ايه او حلها ايه؟ هي ممكن يكون المنطقه نفسها فيها بكتيريا، هي محتاجه انها تعمل مثلا تنظيف عميق. قلت لك عندي جهاز هاي فريكوانسي، ده بيعمل على انه يقتل البكتيريا عامه اللي في البشره. ده ما يكونش مثلا عامل نفسي او هي مثلا تعبانه؟ هو في ده طبيعي على فكره عند اي حد فينا نفسيا، بتلاقي الشعر بيقع، الحبوب بتطلع، الهالات بتزيد، يعني العامل النفسي من الاسباب اللي ممكن تسبب حبوب. ده طبيعي يعني. تمام. البشره زي ما قلتي البشره الدهنيه هي الحبوب بتطلع فيها اكتر، والبصور البيضه والبصور السوداء، لان البشره هي معرضه اكتر لان يكون فيها دهون. البكتيريا بتبقى بيئه مناسبه للبكتيريا والميكروبات. تمام. البشره العاديه بقى كملي يا دعاء وبعدين كمل. احنا عايزين نعرف انواع البشره الاول. بصي انا هكلمك بالنسبه للصيف، يعني الصيف البشره الدهنيه اكتر ناس لازم جدا يعني انهم يخلوا بالهم ويحافظوا، ويغسلوا الصبح وبالليل، ويحافظوا بتونر بقى، تونر ده اساسي كده يعني على طول كل يوم قبل النوم لازم قطنه بتونر، يتاكدوا ان المسام نظيفه ومقفوله. تمام. البشره المختلطه يعني دول من اكتر الناس اللي بيبقوا مش عارفين يعني يعملوا ايه، لان عندهم منطقه التي زون اصلا دهنيه، ومنطقه الجنب دي بتبقى جافه، دي بشرتي اصلا. أنا بشره رهيبه اللي هو يعني انت صعب مختلطه، صعب انك تلاقي. والدقن برضو دايما بتبقى دهنيه. ما بقول لك هو التي زون المنطقه دي كلها دهنيه، والمناطق اللي في الجنب جفة. دي جافه، فانت صعب تلاقي منتج معين يجفف لك الدهون من غير ما يجفف لك المنطقه دي، ما هو هيجفف كله. فانت بقى بتضطري انك فبتضطري انك تستخدمي حاجه مناسبه لبشرتك. ودلوقتي طبعا الموضوع اختلف، بقى في حاجات منتجات متخصصه قوي للموضوع ده، بس انت بتغسلي وشك مثلا بغسول كويس
مخصص للبشره المختلطه، وبعدها بتحافظي على انك ترطبي المنطقه دي بعد الغسول على طول. بس انا بقول للبنات انت هاتي ترطيب ورطبي المنطقه دي، واللي هيتبقى في ايدك من المرطب حطيه على المنطقه دي، يعني ما تجيبيش تاني من العلبه وتحطي وتغرقي الدنيا. احنا اصلا لسه منشفين الدهون على الاماكن الدهنيه، هتزودي الدهون اكتر. بالظبط، يعني وانا بقول لك انت رطبي المناطق الجافه، واللي هيفضل في ايدك من مكان المرطب مشي على المناطق دي بس. معلومات البنات عن البشره الدهنيه ان هم يدهنوا ليمون بالليل قبل ما يناموا ويصحوا يغسلوه، بس انا مش مقتنعه بالليل. هو في ناس بشرتها دهنيه بس حساسه، يعني هو في ناس انا فاهمه انا بشرتي حاطه ليمون على بشرتي بيحصلها التهاب اكتر. يعني في ناس انا فاكره انا البشره الحساسه دي نوع مختلف لوحده، انا ممكن تكون مختلطه وحساسه، ممكن تكون دهنيه وحساسه. وفي ناس بشرتها غامقه وحساسه، يعني دايما اللي بشرتهم فاتحه هي الحساسه. لا مش شرط خالص، يعني انا البشره الحساسه دول ناس بتعاني جدا، مش بيبقوا عارفين يختاروا منتج معين مناسب ليهم. اغلب الحاجات مهما كانت امنه وصحيه بتهيج بشرتهم، بتسبب لهم احمرار، وشهم بيلتهب، فهم اكتر ناس بتعاني قوي من الموضوع ده. الفتره دي في المركز عندك يعني الاهتمام بالبشره فقط، ولا في بعد كده قابليه ان يبقى الموضوع بشره وشعر ممكن يكون كمان اكتر من كده الاعتناء مثلا بالجسم؟ ايه اللي ناويه تطوريه؟ بصي، هو الفتره اللي فاتت كلها العرايس بتطلب مني ادخل حاجه للجسم، يعني زي سبا وحاجات من دي. فانا خايفه الموضوع يوسع مني فيبقى بيوتي سنتر. انا من الاول مش عايزه انه يبقى كده، مع اني يعني بيوتي سنتر ده حاجه كويسه، بس فكره انا حابه ابقى متخصصه في حاجه معينه اللي هو السكين كير. بس يعني انا اقول لك تعملي ايه في بشرتك تحافظي عليه. حتى وانا باخد الكورس كان في امكانيه ان انا اخد الكورس للبشره والشعر مع بعض. انا حبيت انا ابقى بس في حاجه واحده، مش يبقى كله بقى مع بعض. وانت شغلك في المكان بتاعك بس ولا بتروحي ممكن برايفت لعرايس او؟ لا في المكان بتاعي بس، لانه صعب انك تنقلي الاجهزه والحاجه الموضوع بيبقى صعب. وبعدين انا عندي اصلا في المكان مهيئه الجو والديكور والميوزك الهاديه والانوار. شفنا في الفيديو ما شاء الله، يعني المركز جميل جدا. فانت صعب انك تنقلي كل ده لمكان معين. تمام. طب انا كان عندي سؤال ليكي من الاول خالص، مين اكتر حد شجعك على الخطوه؟ بصي، انا لما جيت بدات اتكلمت طبعا معاهم في البيت، هم يعني للامانه ما بيعرضونيش على اي حاجه، يعني انت طالما انت شايفه ده صح ولاقيه نفسك فيه تمام. بس حقيقه اول ما بدات، وانا كنت عايزه اقول لك انا الاول كنت بادئه في البيت عندي، انا ما كانش عندي مكان، انا كنت بادئه في البيت والبنات بيجوا لي في البيت. خلطات طبيعيه بقى كلها، حاجات طبيعيه او يا اما حاجات براندات معروفه يعني. فكان بادئه في البيت بس، وكان بيجي لي بقى صحباتي وصحبات صحباتي، والموضوع كده كان ما كانش عندي جروب ولا بيج على الفيسبوك ولا الكلام، ما كانش في بالي الموضوع يبقى كده. انت بداتي تجربي على اصحابك الاول وبعدين يعني بداتي ان انت تشتغلي؟ بدات انزل الجامعه بنجرب تجارب الهالات السوداء بقى اسبابها وعلاجها. الهالات السوداء اسبابها، انا كنت لسه عامله فيديو قريب، انا عندي على الانستغرام بقعد انزل بقى فيديوز وحاجات من دي. اسم الصفحه بتاعت الانستغرام الخاصه دودي عمر بنفس اسمي. تمام. كنت منزله لهم فيديو ان الهالات اصلا هي عباره عن شعيرات دمويه رفيعه بتكون موجوده تحت الجلد ده، والجلد ده ري جدا، اول ما تبدا انها تتضرر لونها بيبدا يغير على طول، يغمق بقى. في ناس بتبقى لونها مزرق كده ومحمر، وفي ناس بتبقى اسمر. ده كله بسبب بقى قله نوم، دعك في العين، النوم بالميك اب، مفيش اكل فيه غذاء كويس، كل الحاجات دي، شرب المايه كمان بيفرق جدا. الموضوع ده كله بيأثر، فتلاقي المنطقه دي كلها تضررت. يعني في اسباب كتير، في اساليب كتير انك تعالجيها، طبعا انك تنفي كل الاسباب اللي بتؤدي ليها، وانك بقى تعملي حاجات طبيعيه في البيت. في ماسكات كتير قوي في البيت زي الخيار والزبادي، ده الف ب كده في الهالات يعني. سمعت ان البطاطس كمان، ما جربتهاش بس سمعت. ازاي تبشري البطاطس؟ تبشري البطاطس وتاخدي المايه بتاعتها في قطن كده وتحطيها تحت عينك. زيت اللوز الحلو والفيتامين اي، الموضوع ده انا اصلا يعني بجربه كتير. في بقى طبعا كريمات كتير، الكنترول بيقولوا الشاي الاخضر على العين بيعمل، والشاي الاخضر ده حقيقي. الشاي الاخضر بيكون في الفريزر وتحطي الكيس كده تحت المنطقه دي، الحاجات الطبيعيه بتعمل ريفريش عامه. طبعا والقهوه. طب الليمون بقى، والقهوه فعلا يا امي، بس الليمون انا سمعت ان هو بيفتح برضو الهالات السوداء، بس يتحط ازاي على المكان ده حساس؟ انا سمعته للايد او البشره ولكل حاجه، بس مش عارفه بقى. هي فكره ان الليمون بيبقى يعني بيحسس البشره عند ناس كتير جدا، فانا دايما باجي انصح البنات لما تيجي تجربي حاجه طبيعيه من البيت، هو اصلا بلاش وشك كله، انت جربي على المنطقه دي على حاجه بس كده جنب من وشك، تشوفي انا وشي هيلتهب من الليمون هيحرقني، حطيه واستني كده تلت ساعه وشوفي هتحسي بايه، حرقان، لا مش قادره عايزه اغسله.
لازم تجربي اي حاجه. طب يعني واهميه التلج للبشره فعلا؟ التلج ده تحفه يعني، ميه يعني ورد مكعبات تلج كده على الصبح بتقومي تحسي كده احسن من الدش اصلا. لا هي انا يعني مكعبات تلج دايما بنصح بيها البنات، ميه ورد مكعبات تلج على ديتوكس شوربه ولا ماسك؟ لا على الوش يعني، تجيبي المكعب وتمشيه على وشك كله. بصي بيعمل ريفريش للبشره كده وبيديها انتعاش، بيقبض المسام، بتحسي ان وشك اصلا مشدود يعني. عشان تحس ببشره صحيه تنصحيهم مثلا بتمارين او اكل صحي؟ تنصحيهم بايه؟ محتاجين مجموعه نصايح كده الفتره دي بالذات، احنا داخلين على الصيف، فانت شرب الميه، اكل صحي، فيتامين اي واي مهمين جدا، خضار بقى، اي حاجه خضره كليها بتفيد جدا. البنات اللي هم في الجامعات او اللي هم بيشتغلوا بياكلوا اي حاجه فيه كولين، والشرب والميه برضو مش بشربه كتير. شرب الميه اكتر حاجه يعني عشان في الشتاء كنت بنسى اشرب ميه اصلا. فعلا. انت كام سنه اصلا يا دودي؟ 21. صغيره صغيره جدا ما شاء الله. بداتي من بدري؟ بدات من بدري. وانا زي ما قلت لك لما بدات في البيت ولقيت الموضوع بيسمع قوي، انزل في الجامعه الاقي بنات بتوقفني انت دودي انا كنت عايزه اجي لك، طب ممكن ابقى واقفه مستنيه المواصلات تقولي انا بصي عندي كذا وكذا قولي لي اعمل ايه. فلقيت انه لا لازم اخد خطوه بجد يعني، الفرصه ما بتجيش كتير. جدا انا ما شاء الله يعني فرحانه قوي بشوفها. لا جميله ما شاء الله عليكي. ما بتستخدميش اي مواد كيماويه او ميك اب او الكلام ده؟ لا انا بحط ميك اب عادي جدا، بس انا ماليش في الميك اب، ما بفهملوش قوي يعني دي من الحاجات اللي انا نفسي اتعلمها. ماليش في الميك اب قوي، من الحاجات اللي نفسي اتعلمها يعني، بس على قد كده. بس بهتم ان انا لو حطيت انضف كويس واعمل الروتين. لما بتحط على بشره نظيفه فعلا بيبان ان هي بشره صحيه يعني. طبعا اكيد. دودي عمر نورتينا وشرفتينا بجد، وفرحنا جدا بوجودك، وطبعا ان شاء الله الفتره الجايه هيكون لنا لقاءات اكتر مع بعض. ميرسي. استنونا يا اعزائي المشاهدين. معلش قبل النهايه كنت بس عايزه اقول حاجه. انا عايزه اقول لبابا وماما شكرا جدا، لان هم لو ما كانوش في ظهري وهما واخواتي انا عمري ما كنت هعمل اي حاجه في حياتي. ربنا يخليهم ليكي. وانا في ناس كتير في حياتي ساعدتني يعني مساعده معنويه، كانت بالنسبه لي اهم بكتير من طبعاً. من اي حاجه تانية. بنوجه لهم تحيه طبعا. بنوجه لهم طبعا تحيه من خلال برنامجنا، وننتظر الفيديو عليه ارقام التليفونات السنتر البيوتي سنتر والعنوان. استنونا اعزائي المشاهدين بقى الفقره الثانيه معانا الاعلامي الكبير اللي دايما بينورنا وبيشرفنا احمد شبانه، هيبقى معانا وهنتكلم في موضوع مهم جدا. استنونا.